التكلفة؟ الثمن بون كاين هذا تاع لوكال تتعلق هذه الاتفاقية بتزويد المساجد والمدارس القرآنية والزوايا بسخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية وتركيبها بتمويل مشترك، ويكون توقيع هذه الاتفاقية متزامنا مع إطلاق لقافلة توزيع 4000 مصباح ومجموعة من سخانات المياه من بين 840 سخان شمسي مسجل في برنامج اتفاقية. اليوم الجزائر بقيادة السيد رئيس الجمهورية في التزاماته وبرنامج الحكومة الذي سطر من خلال رفع التحدي في استهلاك الطاقة ترشيدا واستعمالا والمضي إلى طاقات متجددة أخرى حتى نخفف العبء على ميزانية الدولة، وهذا ما نسعى إليه معا مع هذا القطاع الشريك الاستراتيجي في عملنا.